عليكم اسمحوا لينا، خرجنا مره اخرى نحن قدام ولايه جهه وليمواتنا الان، وكنتسائلوا مع جميع المواطنين على التعطل غير المبرر في النتائج الاعلان عن النتائج سواء المؤقته ما اعلنت عليها الولايه ولا النهائيه. المحاضر اللي عندنا واللي بين يدينا كتاكد الفوز ديالنا ب 13500 صوت، ولكن الى الان ما توصلنا لا بمحاضر ومزاد بعض الصناديق كتاريد. الان وانا واقف كنتكلم معكم يبدو ان هناك حركه مريبه داخل جهه بولي مدنون وداخل ولايه قليمين، ونحن كنقولوا على انه يجب احترام شرعيه الصناديق ويجب عدم اللعب بالنار، لانه هذا الشيء راه عبث اللي كيوقع اليوم هتيا، ونحن كنقولوها من بمل افواهنا. راه بعض الصناديق يلا كتوصل، راه المغرب كله خرجت النتائج ديالو وتوصلوا بالمحاضر النهائيه الا جهه تقول لي مدنو. حنا في الساعه الثانيه الان، والممثل ديالنا من البارح وهو تم الى الان لم يتوصل باي محضر نهائي، ومازال اعاده الحسابات والفرز في شيء غريب جدا ما يقع اليوم. الله يجازيكم بخير، راه ما بغيناش نفقدوا الثقه عاوتاني في المؤسسات، بغينا نحترموا شرعيه الصناديق، نحترموا الشرعيه ديال المواطنين اللي عطاونا اصواتهم. ما يقع اليوم انا راه كنقولها، كاين شي جهه ما تريد ان يعني تطلع جهه اخرى على حساب جهه اخرى، وهذا الشيء راه ماشي مقبول وكنرفضوه، وغادي يكون شي تصرف اخر. الله يجازيكم بخير، راه كنقول لكم راه المواطنين والمواطنات في كليم قليمين عطاونا الاصوات ديالهم، فحذاري من تلاعبوا بالشرعيه ديال الصناديق. اليوم هي راه كنبلغوا المواطنين والمواطنات في الدائره ديال في اقليم قليمين اللي عطاونا الاصوات ديالهم، وكنقول لهم انا الان عبد الرحيم بوعيده، وكنبلغ جميع المغاربه الشرفاء، كنقول لهم نبلغ الصحافه والاعلام ووزاره الداخليه والمهتمين والمتابعين، وكنقول لهم انا الان امام جهه تقولي مدنو امام الولايه، وكنشوف اشياء مريبه، وكنتوصل بالكواليس باشياء مريبه وبتغييرات في المحاضر، وهذا الشيء انا راه ما عرفتوش وما ما فهمتوش للاسف الشديد، وكنتمنى نكون غالط ويكون هذا الشيء ما منه حتى شي حاجه وما بنا لا حتى شي حاجه، ولكن اذا ثبت العكس فراه كنقولها وكناكدها راه ما غاديش نسكتوا.